يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من المسلمين يعملون في بلد غير إسلامي، والمسجد الذي يصلون فيه بعيد عنهم، ويستغرق الطريق إليه 3 ساعات ذهابا وإيابا، ومدير الشركة التي يعملون فيها لا يسمح لهم بالذهاب لأداء صلاة الجمعة. سؤالهم: بناء على ذلك قاموا بصلاة الجمعة في مقر الشركة، فهل تصح جمعتهم على هذه الصورة؟ الإذن بصلاة الجمعة لازم يكون من جهة الإفتاء، جهة رسمية، يكتبون للإفتاء بشأنهم وينظر فيه إن شاء الله. نعم.